ظاهر قدام كل الشير سكرين. ظهر يا دكتور. تمام. طيب في السلايد رقم 5 ابتدى يمسك الاول بارامتر اللي هو الاكسكيوشن تايم، يتكلم عليه شويه بعد كده، يعني هنتكلم عليه فتره كده وبعد كده ندخل في البارامتر الثاني. في ركز على اول بارامتر اللي هو ازاي يقيس الاكسكيوشن تايم. الاول بيعرفنا ان هو ممكن يبقى له هو نفسه، ممكن يبقى تعريفه في تفاصيل شويه، يعني كلمه اكسكيوشن تايم هل شامله البروجرام لما يجي يتنفذ المفروض ان هو بياكسس الميموري وبياكسس الهارد ديسك وبياكسس فلاشات، يعني بياكسس مجموعه انبوت واوتبوت ديفايسز مختلفه. فهل دي داخله في الحسابات في حاله التعريف الاولاني اللي هو الاكسكيوشن تايم اللي هو بين قوسين ريسبونس اور الابسد؟ الحاجات دي كلها داخله، انت بتنفذ البروجرام بكل مشتملاته، زي ما كنا بنحكي انه قد يكون حتى فيه ان البروجرام ده محتاج تفاعل من اليوزرز، من الشخص اللي بيستخدم اصلا، وده مشكله لوحده لان اليوزر ده ان كنترولر. بس على الاقل الحاجات الثانيه الى حد ما كنترولبل، هي صحيح برضو وقتها مختلف بشكل كبير عن وقت التنفيذ جوه السي بي يو، لكنها الى حد ما كنت يعني نوعا ما كنترولبل مقارنه بالهيومنز مثلا. لكن الحاجات دي كلها داخله في الحساب بتاع الاكسكيوشن تايم، وده حساب يعني ده الوقت اللي هيطلع بعد التجميعه دي هيبقى وقت فيه عدم دقه بشكل كبير قوي. يعني انت بترن بروجرام في وقت هيطلع لك ان هو انتهى في 10 دقائق، نفس البروجرام على نفس الجهاز في وقت تاني ممكن يتنفذ في 9 دقائق، نفس البروجرام على نفس الجهاز في وقت تالت ممكن يتنفذ في 11 دقيقه. الله، طب انا ما غيرتش حاجه، انا ما غيرتش لا البروجرام ولا غيرت الماشين نفسها اللي شغال عليها، ليه كل مره بيديني قرايه مختلفه؟ هو انا اخد انهي قرايه فيهم؟ الحقيقه ان هو ده يعني ده الطبيعي، لانك انت في حاجات هيدن انت مش شايفها. انت ممكن يكون الوقت الاولاني اللي انت بترن فيه البروجرام كان الاوبريتنج سيستم بيلود حاجات انت مش شايفها في الخلفيه، مش تبعك اصلا. في الوقت الثاني اللي هو ادالك 9 دقائق ممكن يكون الاوبريتنج سيستم كان خلاص ما بيعملش لودنج لحاجه، كانت الميموري واسعه شويه فاضيه ما فيهاش مش زحمه، الحاجات اللي انت كنت عايزها في الهارد ديسك مكانها على الهارد ديسك بيفرق اصلا. فانت قياسك للاكسكيوشن تايم بشكل عام كده شامل كل الحاجات اللي داخله فيه، ده ما بيديش لكش قرايه واحده في كل الاوقات، على الرغم ان هو نفس السوفت وير اللي هو نفس البروجرام يعني ونفس الهاردوير. طيب وان كان هو ده القرايه الواقعيه، يعني احنا خلينا مش هنختلف ان هي فعلا ده اللي بيحصل، انت في الاخر ليك باللي انت شايفه قدامك، بس اللي انت شايفه قدامك ده مش حاجه ثابته. عشان كده حبوا لما قالوا طيب عشان نيجي نقيس ناخد حاجه ما تكونش فيها الفرايتيز دي كلها، ما يكونش فيها الفاريشن العالي ده، فقال لك خلاص نحاول نستبعد الحاجات اللي هي زي الديسك اكسس والانبوت اوت ديفايسز، ونخليه قاصر فقط على السي بي يو اكسكيوشن تايم اللي هو النوع الثاني من الاكسكيوشن، اللي هو فقط الجزء اللي بيعمله البروسيسور سي بي يو اكسكيوشن تايم علشان ينفذ فيه البروجرام، ونستبعد منه اي تعاملات مع اجهزه خارجيه خارج البروسيسور. مشكله النوع الثاني ده ان هو انك مش هتجيب البرنامج وتشغله وتعمل الستوب واتش بتاعتك. الستوب واتش بتاعتك ممكن تقيس النوع الاولاني. النوع الثاني ده ما بيتقاسش بالستوب واتش، فده بقى قياسه مش واقعي شويه، يعني مش هو اللي انت شايفه. انت ممكن السي بي يو اكسكيوشن تايم بتاع البروجرام بتاعك يكون دقيقه واحده، وفي 9 دقايق تانيين حاجات بره، حاجات بقى ايه، بيأكسس الديسك، بيأكسس الميموري، مستني الشاشه، مستني مش عارف ايه، كل الحاجات اللي مديها وقت كتير ده كله ملهاش علاقه بالتنفيذ جوه السي بي يو. ده غير ان التنفيذ جوه السي بي يو نفسه متقطع مش مستمر، لان هو مش طول الوقت ما بيحتاجش بره السي بي يو، كل شويه بيحتاج يخرج بره السي بي يو يعمل حاجه او ينتظر نتيجه من حاجه بره. فقياس السي بي يو تايم صعب، وغالبا ما بيتمش بشكل مانيوال، غالبا بيتم بالحسابات، يعني انت بتحسبها بالورقه والقلم زي ما هنشوف في السلايدز بعد كده.
يبقى تاني احنا عندنا طريقتين لقياس الاكسكيوشن تايم. الاكسكيوشن تايم اللي هو العملي اللي انت شايفه قدامك ده مشكلته ان هو مش ثابت، ما بيدلكش رقم واحد في كل الاوقات، متغير ومعتمد على حاجات تانية كتيرة مش كنترولبل، مش ماسكها بايديك. النوع التاني اللي هو كنترولبل وبيعتمد على حاجة واحدة بس قياسه مش سهل، قياسه مش عملي، مش هو ده الوقت اللي انت شايفه، ده الوقت اللي فعليا يعني السي بي يو بس هو اللي بياخده، وبالتالي محتاج يتحسب زي ما هنشوف فيما بعد بحسابات معينة. طيب حتى السي بي يو تايم ده في حد ذاته كمان جواه جزئين عشان نعرف الموضوع يعني مش سهل ازاي. السي بي يو تايم ده انت بترن بروجرام، والبروجرام ده بيتطلب انه ينفذ حاجات برضه، حاجات سي بي يو بينفذها ولكن مش جوه البروجرام بتاعك، حاجات بيطلبها من الاوبريتنج سيستم. يعني انت فعليا لما بتكتب بروجرام باي لانجوج انت بتكتب كود، بس في كود تاني مش مكتوب لكن انت بتطلبه، زي مثلا انك انت تطبع على الشاشه، تحط تطلع تكست على الشاشه. في السي العادي لما بتكتب، ما اعرفش انت خدته سي عادي ولا لا، بس مثلا كان الامر اللي هو برنت اف او وات ايفر، بترايت حاجه على السكرين، انت فعليا بتكتب انك عايز اطلع على الشاشه هالو وورد، بس عشان تطلع هالو وورد على الشاشه في كود كبير مكتوب مش عندك انت، موجود عند الاوبريتنج سيستم هو اللي بيطلع الكلام ده. الكود ده فعليا بيتنادى من البروجرام بتاعك بس انت مش واخد بالك، فهو لما بيجي عند السطر اللي انت كاتبه اللي هو طلع لي على الشاشه كذا، هو بيروح ينادي كود تاني، كود تاني ده بيتنفذ في الاوبريتنج سيستم. طيب ما هو ده من ضمن السي بي يو تايم برضه، فانت جوه التنفيذ وقت التنفيذ بتاعك في جزء يتعلق باللي انت كاتبه بايدك، وفي جزء تاني يتعلق بحاجات انت مش كاتبها بايدك، انت بتناديها لكن وراها قصه شويه، وراها يعني مجموعه انستراكشنز كود مش قليل مكتوب بس محطوط في الاوبريتنج سيستم وانت بتناديه جاست فاكره بيتنفس في سطر واحد عندك. وبالتالي من الصعب جدا انك تفصل وتعزل السي بي يو تايم عن السيستم سي بي يو تايم. لما نيجي دلوقتي نشوف ازاي هنحسب السي بي يو تايم، غالبا اللي في مقدرتنا هو ان احنا نحسب اليوزر سي بي يو تايم بس، الجزء اللي انت كاتبه في البروجرام هو ده اللي هنقدر نجيب ورقه وقلم ونقعد نعملها بالحسابات. طيب بيقول لك هنا في الاكسرسايز 1 Do the following changes to a computer system increase throughput ولا decrease response time or both. لو انت عندك جهاز ورقم واحد replacing the processor، شلت البروسيسور بتاعه وجبت بروسيسور تاني اسرع، ده بقى بيزود الثروبوت ولا بيقلل الريسبونس تايم ولا الاثنين؟ حد عنده فكره؟ الجهاز بتاعك بيقلل الريسبونس تايم. بيقلل الريسبونس تايم، برافو. ليه؟ لانك انت لما غيرت البروسيسور انت خليت، وهو قايل لك ان هو فاستر اسرع، يبقى انت خليت زمن تنفيذ البروجرام الواحد اقل من مما كان عليه في البروسيسور اللي قبل. فده مبدئيا كده باي ديفولت قلل الريسبونس تايم. طيب بس هو تقليل الريسبونس تايم في حد ذاته ده معناه انك لو جيت ترن 10 بروجرامز هيرنوا في وقت اقل من البروسيسور الاولاني، فهو فعليا ادى الى انه يزود الثروبوت. يعني هو انت كلامك صح، هو باي ديفولت بيقلل الريسبونس تايم، بس تقليل الريسبونس تايم في الحاله دي هيسمح لنا، على الرغم حتى لو هو ما فيهوش باراليزم، بس مجرد انك بدل ما تنفذ البروجرام الواحد في 10 دقائق نفذته في 8 دقائق، معنى كده انك لو جبت اثنين بروجرامز من نفس النوع بدل ما هياخدوا 20 دقيقه هياخدوا 16 دقيقه، فبالتالي عدد البروجرامز اللي هيتنفذوا في وقت معين هيكون زاد، وبالتالي الرقم واحد هو باي ديفولت بيقلل الريسبونس تايم،
وبالتبعيه هيزود الثروت. رقم اثنين بقى adding additional processors to a system that uses multiple processors for separate tasks for example searching the world wide web. يبقى انت ايه زودت عدد البروسيسور، بدل ما عندك سنجل كور بقى عندك كواد كور. هل ده هيؤدي الى اتفضل يا احمد، هيزيد الثروبوت؟ هيزود الثروبوت طبعا، بس يعني من غير الريسبونس تايم. بالظبط كده، الله ينور عليك. هنا ما 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 حددناش او هو ما قالناش حاجه تقول ان هو هيقلل الريسبونس تايم. انا باي ديفولت مش هفترض ان هو ده هيحصل يعني، لكن هو باي ديفولت اكيد هيزود الثروبوت. ليه؟ انا بقى عندي كذا كور، معنى كده. وهو قايل ان هو بيسمح برضو، دي من نقطه مهمه، ان هو لازم الكذا كور دول لازم استغلهم. ما انا مش هحط اربعه كور وفي الاخر مشغل واحد فيهم والثلاثه التانيين لا، يبقى كده ما عملتش حاجه. هو قال ان الكذا كور كل واحد فيهم هيبقى متخصص في حاجه، فانا هقدر اوزع عليهم تاسكس. معنى كده ان انا كان ممكن بدل ما يكون عندي 2 3 4 تاسكس يتعملوا ورا بعض في الوقت على كور واحد، لا بقى دلوقتي هيتوزعوا على 3 4 كور اللي موجودين، وبالتالي هيتنفذوا مجموع التاسكس كلها تتنفذ في وقت اقل، وبالتالي ده كده مزود الثروبوت. انما التاسك الواحده هتاخد وقت اقل، لا مش شرط، ما قالش كده والله. وبالعكس قد يكون ادى الى زياده الوقت بتاع التاسك الواحده، بس اجمالي عدد التاسكس وقتهم هيبقى اقل من لو كانوا تنفذوا ورا بعض. دي اجابه السؤالين اللي هو طرحهم. ندخل بقى ايه في المعادلات. دي اول سلايد تظهر فيها المعادلات، سلايد رقم 9، ويبتدي يقول بقى ايه. خلاص خلينا شبعنا مقدمات وكلام ورد، ندخل بقى في الارقام. عايزين نعرف البرفورمانس من وجهه نظر الاكسكيوشن. تاني يا جماعه، احنا بنقول البرفورمانس مش قاصر على عامل التايم، ولكن عامل التايم هو اهم واحد. وبدانا بعامل التايم وقلنا ان تحتيه كذا حاجه، الاكسكيوشن تايم والثروبوت، وقلنا هناخد نبتدي بالاكسكيوشن وناجل الثروبوت شويه. هناخده برضه بس شويه بعد شويه. ودخلنا جوه الاكسكيوشن تايم وقلنا ان هو في تعقيدات ومشاكل، ولكن احنا هناخده على ابسط حالاته اللي هي نقدر نقيسها، نقدر نحسبها وما تكونش متغيره. فدلوقتي بيحط معادله يعني قاصره على ان البرفورمانس هو الاكسكيوشن تايم، او يعني بمعنى ادق هو مقلوب الاكسكيوشن تايم عشان يبقى هو يدي سرعه. برفورمانس بتاع جهاز معين اكس يساوي 1 على الاكسكيوشن تايم بتاع البروجرام اللي انت جبته عشان تقيس بيه البرفورمانس بتاع اكس. وبالتالي لما تيجي تقارن جهازين، جهاز اكس وجهاز واي، البرفورمانس بتاع اكس نسبه للبرفورمانس بتاع واي هو الوقت اللي هياخده البروجرام اللي انت بتنفذه على جهاز واي نسبه للوقت اللي انت بتنفذه على جهاز اكس. اظن الموضوع بسيط يعني. طيب فلو كده جاب لك اكزامبل، اف كمبيوتر A runs a program in 10 seconds and B runs the same program in 15 seconds, how much faster is A than B؟ انت جبت بروجرام وعندك جهازين مختلفين A و B، حطيت البروجرام على جهاز A اخذ 10 ثواني، حطيته على جهاز B اخذ 15 ثانية. من غير ما يعني ما نتعب دماغنا خالص، اكيد A احسن عشان هو عمل وقت اقل. بس هو بقى ايه عايزك تجيبها بصورة نسبة، هو A احسن من B بكم مرة؟ والله ده 10 وده 15، يبقى هقسم 15 على 10 يبقى مرة ونص. يبقى A احسن من B بمرة ونص، يعني اسرع من بي بمره ونص. performance بتاع A نسبه لبي، execution time بتاع B نسبه لA 15 على 10 1. موضوع بسيط اهو. طيب المثال اللي بعده، كمبيوتر C's performance is 4 times faster than the performance of B which runs a given application in 28 seconds. How long will computer C take to run that application؟ بيقول لك ان عندك جهازين C و B. C أسرع من وجهة نظر المعادلة اللي لسه قايلينها 4 مرات من B. يعني معناها إنه بينفذ البروجرام اللي اتحط عليه في ربع الوقت اللي بياخده B. طيب B بقى جيت أرن عليها بروجرام أخذ 28 سنة. يبقى المفروض لو نفس البروجرام ده جيت أرنه على C هياخد وقت قد إيه؟ انا لسه قايلها هي ياخد ربع الوقت، يبقى معنى كده هياخد 7 ثواني.
يبقى اذا بالمعادله اللي هو كان كاتبها البرفورمانس بتاع سي نسبه لبي بيساوي 4 اللي هو 4 مرات يعني، وده اللي هو بيساوي الاكسكيوشن تايم بتاع بي مقسوم على الاكسكيوشن تايم بتاع سي، يعني بيساوي 28 على المجهول اللي احنا عايزين نجيبه اللي هو في الاخر طلع 7 ثواني. طيب انتقل دلوقتي الى يتكلم على دور الكلوك سايكلز. ليه هيتكلم على كلوك سايكلز؟ هنشوف دلوقتي. هو ما زلنا احنا ما خرجناش من الموضوع عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا كده خلصنا، احنا ما خلصناش. هو ما زال بيحسب في الاكسكيوشن تايم من وجهه نظر السي بي يو تايم. كل الرغي اللي احنا رغيناه اللي فاتت ده احنا ما زلنا فيه ما خرجناش، بس علشان دلوقتي نوصل ان احنا نحسب الاكسكيوشن تايم لازم ندخل معانا كلوك سايكلز. هنشوف دلوقتي جايه ازاي. فهو ما خرجش من الموضوع، هو ما زال ايه عايز يزود في التفاصيل دلوقتي. طبعا احنا عارفين انه اي سيكوينشال سيركت بتعتمد على الكلوك، بتعتمد على الوقت، والوقت ده بنجيبه ازاي؟ كلوك سيجنال كده طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله، عامله ريكتانجلر ويف او سكوير ويف زي اللي انتم شايفينها في الاول. والكلوك دي ليها سايكل تايم اللي هو بيرمز له تي كابيتال، وعدد السايكلز بير سكند يعني عدد المرات اللي بيعمل فيها 1 كومبليت بيريود بير سكند، ده اللي بنسميه الفريكوانسي او اف. ماشي، بس هنا بقى بنرمز ليها بار عشان تبقى مناسبه للتعامل مع البيانات، فبدل ما نقول اف بنقول ار اللي هو ريت يعني. فالار اللي هي كانت نفسها هي الاف يعني بتساوي 1 على التي. ده ايه؟ ده اللي هو معدل الكومبليت سايكلز بير 1 سكند. طيب احنا لسه بنحضر علشان نقيس الاكسكيوشن تايم. فهو الاول بيفكرنا بالكلوك سايكلز وان زمانها تي، زمن البريد الواحده تي، وعددهم في الثانيه الواحده اللي هو بيبقى ملايين او بلايين عددهم هو سماه ار. طيب البروجرام بتاعك بقى عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه انستراكشنز اوامر انت كاتبهم ورا بعض. لو انت عديت كده عدد الانستراكشنز عندك لقيتهم مثلا البروجرام بتاعك 100 انستراكشن 100 يعني. ده اللي اسمه الستاتيك كاونت اللي هو عدد الانستراكشنز عندك. طب انت فعليا لما بتيجي ترن البروجرام ال 100 كلهم هيرنوا؟ لا مش شرط. ليه؟ حد عارف؟ حد يقدر يقول لي ليه مش ليه ال 100 مش كلهم يرنوا؟ التفاعل ضعيف ليه يا جماعه؟ هو بقيه الناس موجوده ولا نايمين ولا يا دكتور مع حضرتك؟ موجودين يا دكتور. هم في 2 3 مع حضرتي، الباقي انا مش عارف هم بيعملوا ايه. موجودين مش عارف الرد فسكت. اصحوا يا جماعه، شربتوا الشاي ولا لسه؟ في الصوت بيقطع، معلش اللي كان بيتكلم يعيد تاني عشان الصوت كان بيقطع. طيب حد عنده اجابه ليه لو انا عندي البروجرام كاتبه من 100 سطر من 100 انستراكشن بس مش شرط 100 كلهم يشتغلوا؟ انا لا هو الصوت ما اعرفش انا المشكله من مين، بس الصوت عندي بيقطع. طب دكتور حضرتك قصدك يعني مثلا لو هو يعني هو لو هو 100 سطر كود ان ال 100 مثلا مش كلهم لازم يتعملوا مثلا بالبروسيسنج يونت يعني؟ ايوه. بسال ليه بقى؟ يعني ايه الحاله اللي ممكن يعني اللي تفسر اللي احنا بنقوله ده؟ ليه مش المفروض كل الكود بتاعي يشتغل؟ هو يمكن يعني عشان الجزء ده دايناميك يعني حاجه انا فهمناها من المحاضره يعني بتاعت برمجه يعني ان مثلا لو في حاجه مثلا السايز بتاعها 40 جيجا واصلا الرام اخره 8 فهي اكيد مش هتشغلها كلها. بس لا يعني انا مش الكلام، انا عايز اتكلم من وجهه نظر البروجرامينج. انت كاتب بروجرام بس مش كل اللي انت كاتبه
كل مره بيتنفس من وجهه نظر البروجرامينج. حد عنده تفسير للكلمه دي؟ هو الموضوع بسيط والله، مش بس انتوا دماغكم بتروح لحته ثانيه. طيب يعني اقول انا يعني، طيب عاده انت لما بتيجي تكتب بروجرام التركيبه بتاعت اي بروجرام لابد بنسبه كبيره انها تشمل مجموعه من الحاجات الاساسيه في البروجرامينج، زي الاف الس والفور لوبس والوايل لوبس. يعني اي بروجرام طبيعي كبير اكيد هيشمل الحاجات دي. طبعا وارد قوي ان البروجرامز الصغيره المحدوده ممكن ما يبقاش فيها الحاجات دي، بس غالبا احنا بنتكلم على بروجرام كبير طبيعي. اكيد مش معقوله تكون كاتب بروجرام مكون من مثلا 1000 سطر لا يعني ما فيهوش ولا اف الس مثلا، يعني دي حاجه تبقى نادره جدا يعني. طيب هي الاف معناها ايه؟ اف كونديشن معين هتنفذ مجموعه من الانستراكشنز، الس هتنفذ مجموعه ثانيه. يبقى معنى كده ان الكود اللي انت كاتبه ده يا اما هينفذ المجموعه الاولانيه يا اما هينفذ المجموعه الثانيه على حسب الكونديشن. وبالتالي انت ممكن في مره ترن البروجرام ينفذ المجموعه الاولانيه وما ينفذش الثانيه خالص. انت كاتب اف وينفذ 10 سطور، الس ينفذ 10 سطور ثانيين، يبقى هو مش هينفذ ال 20، هو هينفذ يا اما ال 10 الاولانيين يا اما ال 10 الثانيين. ده المقصود بكلمه دايناميك انستراكشن كاونت، انك العدد الفعلي الواقعي اللي هيتنفذ في المره الواحده مش هيكون هو التوتال نمبر اللي هو الستاتيك كاونت اللي هو كل الكود اللي انت كاتبه. ده كان المقصود به. فمن وجهه نظر البروجرامنج انت كاتب كود في بعض الحاجات اللي فيه بتتنفذ اندر كونديشن، مش لازم الكونديشن ده يتحقق كل مره، مرات يتحقق ومرات لا. طيب يبقى معنى كده لما نيجي نحسب السي بي يو تايم، احنا برضو مش عايزين ننفصل عن المعادله اللي احنا قلناها. احنا دلوقتي هدفنا نحسب الاكسيشن تايم اللي هو قصرناه على السي بي يو تايم، وقلنا حتى السي بي يو تايم هيبقى اليوزر سي بي يو تايم، وقلنا كمان ان احنا عايزين نحسب عدد الانستراكشنز الفعليه اللي بتتنفذ اللي هو دايناميك انستراكشن كاونت. وده يعني ده بيعقد الموضوع زياده، بس هو لازم يديلك كل البارامترز الواقعيه. طيب هنيجي بقى نحسب، سواء احنا بنحسب على الاستاتيك او على الدايناميك، العدد الفعلي الانستراكشنز او العدد الكلي الانستراكشن اللي موجود، انت بقى هتحسبها ازاي؟ احنا قلنا ده ما ينفعش تجيب ستوب ووتش وتحسبه، قلنا ده لانه هو اصلا لو انت جبت ستوب ووتش هيحسب الاكسكيوشن تايم اللي هو شامل كل حاجه. احنا دلوقتي استبعدنا الحاجات اللي بره، فانا علشان احسب بقى فعليا السي بي يو تايم بس، انا بمسك كل انستراكشن واشوف هي المفروض تاخد كام كلوك سايكل، وبضرب يعني الانستراكشن الاولانيه اخذت 5 كلوك سايكل، الثانيه اخذت 3 كلوك سايكل، الرابعه الثالثه اخذت 2 كلوك سايكل، الرابعه اخذت 5 كلوك سايكل، السادسه اخذت 6 كلوك سايكل، السابعه اخذت 2 كلوك سايكل، وهكذا. هم على كل واحده فيهم بتاخد عدد كلوك سايكلز مختلف. يبقى انا همسك كل الانستراكشنز اللي موجوده في البروجرام واشوف كل واحد بياخد كام كلوك سايكل واعد عدد الكلوك سايكلز. كده يبقى جبت ايه؟ المجموع الكلوك سايكلز موجودين في البروجرام بتاعي. بس الكلام ده برضو صعب جدا، ولو عندي بقى البروجرام مكون من 10,000 ولا 20,000 ولا 100,000 سطر اكيد مش هقدر اعمل الكلام ده. الكلام ده يعني ده مضيعه للوقت كتير قوي. عايز حاجه اسهل شويه، عايز حاجه كده انديكيتور، مش لازم اقعد اعملها بالتفصيل ده كله. قال لي خلاص احنا ممكن يبقى عندك متوسط عدد الكلوك سايكلز، يعني ممكن كده يبقى عندك جهاز كمبيوتر فيه مجموعه انستراكشنز بيختلفوا مره 2 مره 3 مره 4 مره 5 مره 6 على حسب نوع انواع الانستراكشنز الموجوده، بس كده متوسط بتاع عدد الكلوك سايكلز كل انستراكشن اتحسبت في الاول وعرفنا انها مثلا 4. يبقى انت ايه هتفترض انك لو عندك عدد الانستراكشنز في البروجرام 100 هتقول كده بالتقريب كل انستراكشن بتاخد حوالي 4 كلوك سايكل، يبقى 100 في 4 ب 400. يبقى انت بتجيب رقم تقريبي يمثل عدد الكلوك سايكلز في البروجرام. لو حسبتها بالظبط مش هيطلع الرقم ده بالظبط، ممكن يطلع اقل شويه او اكتر شويه، انما ده رقم تقريبي متوسط. يبقى كلوك سايكل بير انستراكشن
ده اللي هو متوسط عدد الكلوك سايكلز لكل انستراكشن في جهاز معين سي بي اي. لو انت عارف عدد الانستراكشنز اللي هو سي وبتضربه في متوسط عدد الكلوك سايكل بير انستراكشن يجيب لك بالتقريب عدد الكلوك سايكلز للبروك. انتوا معايا؟ اه معاك يا دكتور. تمام. هل في حد عنده اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ احنا ما زلنا في الجزء البسيط يعني لسه ما دخلناش في الغويط. احنا فاضل لنا 10 دقائق والسيشن دي تنتهي. طيب ازاي بيحسب الافريج كلوك سايكل بير انستراكشن؟ المفروض انه مسبقا يكون حاسب كل الكلوك سايكلز. يعني لو احنا بقى عكسناها، لو انا فرضا عندي بروجرام وجيت بقى مسكته واحده واحده عديت له الكلوك سايكلز لكل انستراكشن، يبقى انا جبت بروجرام وعارف الانستراكشنز بتاعته وفاضي بقى، قعدت بقى ايه يوم بحاله، مسكت اول انستراكشن طلع فيها 2 كلوك سايكل، تاني واحده طلع فيها 3، ثالث واحده طلع فيها 5، رابع واحده طلع فيها 4 وعديتهم كلهم، يبقى ده اللي هو السي بي يو كلوك سايكلز فور ا بروجرام، وقسمتهم على عددهم كده اجيب متوسط عدد الكلوك سايكلز بير انستراكشنز اللي هو السي بي ار. يبقى السي بي يو كلوك سايكلز فور ا بروجرام هو عباره عن متوسط عدد الكلوك سايكل بير انستراكشن مضروب في عدد الانستراكشنز. ان ذا نمبر اوف انستراكشن كلاس اه يبقى صح. طيب اللي حاصل بقى لما جم يبصوا على البروجرام لقوا ان في مجموعات انستراكشنز نقدر نقسمه المجموعات، يعني لقوا ان بعض الانستراكشنز بتاخد 2 كلوك سايكلز والبعض الاخر بياخد 3 كلوك سايكلز، وعارفينهم ومحددينهم كده وعملناهم اكوام اكوام اكوام. كوما دي مجموعه الانستراكشنز اللي كل واحده فيهم بتاخد 2 كلوك سايكل، الكوما الثانيه مجموعه الانستراكشنز اللي كل واحده فيهم بتاخد 3 كلوك سايكل، الكوما الثالثه مجموعه الانستراكشنز اللي كل واحده فيهم بتاخد 4 كلوك سايكل. عدد الكومات عدد الكلاسز اللي موجوده عندي n، يبقى انا علشان برضو اكون اكثر دقه في الحسابات هقول البروجرام بتاعي يتكون من مجموعه انستراكشنز تنتمي للكلاس الاولاني اللي هو عدد الكلوك سايكلز بتاعت كل واحده فيهم باتنين، ومجموعة instructions تنتمي للكلاس الثاني اللي هو عدد الكلوك سايكلز بتاعتهم لكل واحدة 3، ومجموعة instructions تنتمي للكلاس الثالث وهكذا. يبقى أنا هعمل إيه؟ هعد عدد instructions اللي موجودة في البروجرام. البروجرام فيه 100 instruction، من ضمنهم 20 ينتموا للنوع الأولاني اللي هو عدد الكلوك سايكلز لكل واحدة 2، يبقى أضرب 20 في 2 زائد 50 واحده ينتموا للنوع الثاني اللي هو عدد الكلوك سايكلز 3، يبقى 5 زائد 50 في 3، و 30 واحده ينتموا للنوع الثالث اللي هو عدد الكلوك سايكلز فيه 4، يبقى زائد 30 في 4 كده فاضل كام؟ 20 و 50 و 30 كده خلصوا كده ماشي ما علينا. المهم ان انا قسمت البروجرام بتاعي لانواع لكلاسز من الانستراكشنز، عدد الكلاسز دي n، عشان كده هو عامل سيجما من 1 ل n. كل نوع فيهم له عدد كلوك سايكلز بير انستراكشنز بير انستراكشن معروف، بضرب العدد بتاع الانستراكشنز اللي ينتموا للنوع ده في المتوسط عدد الكلوك سايكل بالنسبه للنوع ده واجمعهم كده يديني التوتال نمبر اوف كلوك سايكلز للبروجرام. لو قسمتهم على العدد الكلي
instructions في البروجرام يديني متوسط عدد كلوك سايكل بير بروجرام. عشان كده المعادله دي سي بي اي بتساوي الافرج سي بي اي لكل كلاس مضروب في عدد الانستراكشنز التي تنتمي لهذا الكلاس ومعموله سيجما بعدد الكلاسز مقسوم على العدد الكلي للانستراكشنز في البروجرام. لو دخلنا سي تحت السي اي هي نفس المعادله بس السي دخل تحت السي اي. السي بي اي زي ما هي اللي هي متوسط عدد الكلوك سايكلز لكل انستراكشن تنتمي للنوع اي مضروبه في نسبه النوع نسبه عدد الانستراكشنز بتاعت النوع اي للعدد الكلي. يعني في المثال اللي انا قلته اول نوع كان 20 انستراكشن من ال 100، ثاني نوع كان 50 انستراكشن من ال 100، ثالث نوع كان 30 انستراكشن من ال 100. فالسي اي على السي نسبه كل نوع انستراكشن للعدد الكلي اللي هو مسميها سي فراكشن. يبقى بالتالي ممكن نشيل سي اي على سي ونحط سي فراكشن، يبقى متوسط عدد الكلوك سايكلز بير انستراكشن في البروجرام ده بيساوي مجموع لكل كلاس متوسط عدد الكلوك سايكلز لكل كلاس اوف انستراكشن مضروب في نسبه النوع نسبه عدد الانستراكشنز بتاعت كل كلاس الى العدد الكلي للانستراكشن. أرجو إن تكون المعادلة دي وصلت. إحنا كده قطعنا شوط مش قليل في الحتة دي. المعادلات دي مهمة جدا، دي بقى اللي هيبتدي يجي عليها المسائل، يعني دي عليها فورشور عليها مسائل في الامتحانات كلها من أول كويز مرورا بالميد ترم وصولا للفاينل. فدي إحنا كده خلاص بنتكلم في الحاجات اللي داخلة في الامتحان. دكتور بس ينفع يعني مراجعة سريعة على آخر سلايدين ريكاب سريع يعني؟ يا راجل بعد كل اللي أنا ده أنا تعبت يا راجل من الكلام. بص انتوا هينزل لكم الفيديو اسمعوه تاني. ما هو أنا ماشي يعني أنا كده كده الكلام ده كله هينزل. يوسف ما تنساش تكلمني عشان أوصل لكم الحاجات دي. تمام يا دكتور. انا حاسس ان انا استفدت فيها بزياده يعني، بس عموما كده كده هيبقى معاكم التسجيل تقدروا تسمعوه كتير يعني. وما نمنعش طبعا يعني المره الجايه لما نتقابل ممكن تسالني في تاني، بس انا قصدي ما تخلينيش اعيد الكلام ده كله تاني دلوقتي، هو اصلا السيشن هيقفل علينا دلوقتي. هو فاضل قد ايه؟ فاضل دقيقتين. طيب تحبوا نبدا سيشن ثانيه ولا تحبوا تكتفوا كده النهارده؟ احنا لسه قدامنا كتير في السلايد دي. اللي تشوفه يا دكتور احسن يعني. طيب بصوا لو انتم مش تعبانين انا عندي استعداد نكمل شويه يعني نبدا سيشن جديده عشان الفتره اللي جايه فيها العيد، ففي اعتقد في مرتين ممكن ما نعرفش نتابع فيهم، فخلينا نزود شويه المره دي لو انتم مش تعبانين معايا. تمام طيب. ماشي يا دكتور. طيب. 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 خلاص انا دي هتتقفل خلاص دقيقه وهبدا سيشن ثانيه وان شاء الله يعني مش هنطول فيها برضو يعني هي اخر واحده وكده كده مش هنطول فيها، فخمس دقايق وهنبدا السيشن اللي بعديها على طول. تمام تمام.